السادات ذكر برضو ان يوم 19 امر باقالتك من قياده الاركان المسلحه، قياده الاركان العامه للقوات المسلحه، باعتبارك كنت متوتر وكذا وهتتسبب في فشل القوات، وانه امر بتعيين المشير او الفريق الجاماسي في موقعك كرئيس للاركان، على الا يعلن ذلك حتى لا يؤثر على القوات. كذب كذب ولم يحدث، واستطعت ان انا امارس الايه في كرئيس اركان حرب لغايه يوم 13 ديسمبر، واذا كان بقائي في القوات تمارس المسلحه سلطاتك بشكل مطلق ل 13 ديسمبر بشكل مطلق طبعا كرئيس اركان قايم بكل طبعا اعمالك، طبعا لم تسحب منك اي صلاحيات ولا اي شيء؟ اطلاقا اطلاقا. هو الصلاحيات ما هي مسحوبه، اي قرار فيه القائد العام يقدر ينقضه، يعني الصلاحيات تنظيميا يستطيع ان ينقض اي ايه، انما اقل ما فيها كنت ايه بقى. يعني مثلا في 25 نوفمبر اصطدمت مره اخرى بايه؟ باحمد اسماعيل عندما كان تم حصار الجيش الايه؟ الثالث لان والسويسي. الثغره استمرت استمرت وحوصر الجيش الثالث والسويس. وكان كل القوات اللي عندنا في الغرب هي الفرقة المدرعة اللي هي بقيادة قابيل، عبارة عن لواءين مدرعين. هو الرئيس السادات مدح قابيل كتير وقال انه استطاع ان يناور بالقوات وان يقوم بجهد كبير لأسباب سياسية لأسباب سياسية. هنا بقى تدخل السياسة بالقرار العسكري وبالحرب، وهذه عقدة ايضا لابد ان احنا نفك الاشتباك بينها لفهم كيف تتم الامور وكيف تحدث. معلش لا، انما يعني زي ما بيقولوا كل شيخ وله طريقه، هذه الطريقه تختلف تماما مع طريقه جمال عبد الناصر مثلا يعني. يعني فجه بقى احمد اسماعيل جاب قائد الفرقه الرابعه وبيقول له مهمتك انك انت تفك، يعني تهجم وتصل تفك الحصار بتاع الجيش السادس. العدو في هذا الوقت عنده في الثغرة كام؟ تلات فرق مدرعة وست ألوية مدرعة وتلات ألوية مشاة. يعني الأمر تطور تماما من يوم 20 أكتوبر. طبعا من 20 ل 24. من خمس ألوية فقط إلى ثلاث فرق وست ألوية. بالظبط بالظبط بالظبط، ست ألوية مدرعة وثلاث ألوية مشاة ميكانيكية. معنى ذلك إن حجم الثغرة زاد بقى، هنا بقى اللي وصل إلى ألف تقريبا ميل. ألف مش ميل، ألف كيلو متر مربع تقريبا، لأن العمق تقريبا 20 الطول بتاعها من شمالا من جنوب ترعة الإسماعيلية بشوية اللي هي الحتة اللي بيقاتل فيها لواء المظلات والكتيبتين الصاعقة إلى ميناء الأدبية. إلى ميناء الأدبية. فهنا بقى قال لقبيل انك انت مهمتك انك انت ايه تفتح الطريق. انا عرضت، قلت له ازاي عرضت ليه؟ عرضت ليه؟ كيف اطلب من فرقه مدرعه انها تهاجم ايه فرقتين مدرعتين في هذا الاتجاه، والعدو بقى له الطيران في المنطقه بتاعت الثغره كمان. يعني كان قبل الثغره كان العدو لا يستطيع ان يعبر الى الايه الان خد مطار فايد. خد مطار فايد، خد مطار فايد، والثغره من ضمن الثغره والبحيرات المره اصبح الطيران يخش، والدفاع الجوي بتاعنا كله انسحب الى 20 كيلو في الايه ها في غرب الحدود بتاعت الثغره يعني. فاصبح الطيران لاول مره بيشتغل ها بحريه داخل الثغره. ايه اللي ادى ان الثغره تكبر وتكون بهذا الحجم؟ عايزين لجنه زي لجنه اجرانات علشان تجيب على هذا السؤال. انا بقول تدخل المعيب من جانب السادات في إدارة الحرب. يعني أنت تعتبر أن القائد السياسي الآن تدخل في شؤون القادة العسكريين؟ طبعا. تسبب في هذا؟ طبعا طبعا. كانت الأوامر مباشرة تصدر من الرئيس السادات إلى قادة الألوية وقادة لا الفرق؟ لا، هو بيسيطر أساسا عن طريق إيه أحمد إسماعيل، ولكن في بعض الأوقات كان يتصل بقادة الفرق ويقول له كذا وكذا وكذا، وهذا خطأ شديد جدا. وأنت كرئيس أركان لم يكن لديك علم بهذه الأوامر؟ لا أعلم، حتى لو علمت به لما أعلمها ايه النتيجه ايه؟ يعني هو تدخل، دي احد الاخطاء الرئيسيه ان رئيس الجمهوريه وهو قائد سياسي ان هو يتدخل في ايه؟ في اداره العمليات العسكريه. انا ما بقولش كده ان القياده العسكريه تتجاهل القياده السياسيه ابدا، انا علشان الكلام يكون دقيق، انا اؤمن بضروره ان القياده العسكريه تكون تابعه للقياده السياسيه، لان الحرب هي في
أول والنهاية بتحقق هدف سياسي. نعم. وهي وسيلة من وسائل الصراع. اسمح لي سعادة الفريق، ربما يرد عليك واحد من المشاهدين اللي بيسمعونا الآن، أقول لك أن الرئيس السادات رجل عسكري أيضا من لا 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 بداية، وهو يعني كان من الضباط الأحرار، ويمكن أن يكون له آراء وتقييماته السياسية. لا 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 لا، الضباط الأحرار شيء، وأن هو يكون رجل عسكري شيء تاني. ده كل المدة اللي قضاها كرجل عسكري سنتين أو ثلاثة في سلاح الإشارة، وبعد كده كان طرد من الجيش وكذا وكذا، ومعلوماته العسكرية لا تؤهله إطلاقا على إنه هو يكون قائد عسكري.